رسالتي إلى شباب المحامين، عليكم أن تعلموا علم اليقين أن المحاماة رسالة عظيمة لا يحملها إلا أولي العزم، ولا يفت في عضدكم أو ينال من عزيمتكم تردي حالها الآن، فقد تورق الأغصان بعد ذبولها ويأتلق البدر في عتمة الليل، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. بمشاركتكم القوية في اختيار النقيب هي بداية الإصلاح الحقيقي، فأنتم الأمل وأنتم المستقبل وأنتم الرجاء، فأحسنوا الاختيار والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. عاشت نقابة المحامين وعاشت رسالة المحاماة.